نجم يتأهل. من وين انت تحب الصغار؟ خلينا نسالك على الصغار، اسمع لي كيف كيف قديد. ويحب استاد، يحب استاد، يحب تحب استاد ولا يحب ليتوال واستاد والاسبيرانس جمعيتي قلبه كبير، قلبه كبير. اسمع لي قديد ثنائي ذا يصنع انتصار الملعب التونسي، خاصه اسمع لي تقريبا والدخول ياس اسمع لي اللاعب السابق الجرجيس شد انتباه هذا الملعب ذا في المقابل. شوف ما نجموش نحكموا، انا كيما قلت لك انا مع 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 الشبان الحقيقه، ذوما كيما قلت لك نحن ذوما جيل المستقبل كيما نقولوا، نخدموا عليهم باش نخدموا عليهم على 4 و5 سنين القدام. انا كونتر جوار يبدا فات 30 سنه، انا نشوف جوار يمشي يستقات ياكل حاجه من الخليج ويمشي على روحه، الكره راهي اليوم للشبان. حتى عندي هذا في رايك انت ديما رونالدو 39 سنه، رونالدو 39 سنه احسن جوار في اوروبا. ما تقارنيش بالرقم، لا رقم رقم يا بابي، بابي زينا من ما عادش كلمه على العمار، يا ديما تجبد في العمر، العمر رقم يجم واحد على روحه ما عادش ينجم يلعب في اوروبا، يجم في 32 سنه و3 سنه يكون ملاعب، يجم في اوروبا. رونالدو 39 سنه احسن جوار في اوروبا، تقول لي رونالدو باش كنت حاب لي ناخذ بشكون بالبلايلي نفس نيفو تفيه نتاعهم في البلايلي. عندك عقده مع البلايلي انت زاد البلايلي، كان جيت انت تلعب معنا واحد تقدر تعدل بيه، شنو هو 4 سنين مازال يخدم، مازال يخدم كان جيت انت تلعب مع البلايلي حتى كيفاش نقعدوا نرضيو كل واحد ونحكيه كل مره نتخبيه. ما تحملش على البلايلي، هو لعب ضده ولا لا؟ لعب ضده البلايلي، كان لعب مع البلايلي رونالدو سنه مجده لحظة يخليك رونالدو. رونالدو كي وصل معناتها في العمر نتاعو كبر، معناتها اش عملوا مانشستر؟ قالوا برمشي على روحك باش طلعوا غارينشو، معناتها كان زي قعدت غاديك انا وحرقت فول صغير. نحكي لك في مانشستر يونايتد كي في وصل في العمر كذا، شكون هذا؟ رونالدو كريستيانو. قالوا نحكي لك شو العقليه؟ ما انت مش يفرق البلاصه، ما قالولوش هكا، ما قالولوش مش هكا، ما سالتش هكا الامور. يا اسلام يا اسلام، تعرف المدرب صارت له مشكله مع المدرب. سامح لي، ديمبيلي في برشلونه، ديمبيلي كان زاد عام وثير راه حرق يمين يمال. هما تحبوا نحكيو بصراحه في باريس، شكون يحرق؟ ما تخرجش على الموضوع، نحكي لك عطيتك اكزومبل انا. ليكزومبل مش محله برشا، مع الشبان اليوم متآمرين عليه. دقيقة مش مشكل، الملعب التونسي نحكيو على ملاعبي اسلامي داخل القوة، لا لا نحكيو على ملاعبي حتى قيمة في الفوتبول. ليه خبطوا العقلية؟ شدينا شدينا مش نعمل بيه هنا الأخير. طيب سامحني كل عمر، كل عمر ما عنده شامي علاه يصل فيها صغار مال. في اليوم فما أسبانيا نعطيهم شونس تاعهم يا مجدي. هذا ايش قال لك؟ هو قال لك نعطيهم شونس. ما تكلموش مع بعضنا الأولاد، ما تكلموش مع بعض. أي خليك كامل بسرعة. جاو ديريكتور تكنيك باش يتفرجوا باش من روسيا باش يتفرجوا في فراش شواط، عجبهم ايت مالك، جاو يسروا على العمر نتاعو، قالوا له 29 سنه، قالوا له ليه ما ناخذوش؟ قالوا له مش نحكي لك اليوم العقليه في الاوروب، اليوم العقليه في الاوروب اغزر كيفاش؟ اليوم مازال خملوا ونجيبوا في 30 يا ولدي، انا فما ملعبيه شنو باش نستفاد منه انا اليوم يا ولدي في الاوروب؟ بلايلي لو فرضنا عدي الكوب دو موند باهي في امريكا، اسكو باش تاخذوا كيبا من الاوروب؟ شكون؟ البلايلي، خلينا نحكيو بصراحه. بتجيمش ما تجيمش اليوم كبروجي سبورتيف، يا رجال البلايلي من سبورتيف. انا كمكشخ ما حبتيش تاخذوا كيف من الاوروب، انا حاسس يفيدني انا اليوم بطريقه قدوه. شنو نعمل بيه؟ ما انا اليوم شي حد يركب على التراجي وحد ياخذ فلوس يمشي على روحه، يا والجمعيه ما تستفادش. جبنا البلايلي عملنا له كونترا دو زون، شنو تستفيد منه انت؟ باش يجيب لنا دو كوب دو توريت يا مروان، مروان يا اخي ندولو ندولو نرجعو للبلايلي سي بون عادي، نروح للبلايلي سيد جوالة الصاد وتحكي على البلايلي تحكي على موضوع البلايلي. كنا نحكيو على الصاد، لا لا نحكي لك ماهوش بدي من الموضوع. اليوم الملعب التونسي صحيح، انا قبل حكيت على قديدة، كان ما نعرفش كانوا خيال سمعوني قديدة لا تكو ملاعبي برشا نتاع ليكيب ناسيونال، وكان مركز سيدة قديدة كانت مركز تذكروا الهدف نتاعو كنت لفرنسا في ليكيب ناسيونال صحيح. اليوم الحقيقة الملعب هاي فوالا السماعلي الحقيقة مستقبل نتاع الملعب التونسي طفل، انا سامع به كان الخير، عنده كاليتي تكنيك. الملعب التونسي صحيح قعدوا يستنيو بعد خروج هيثم جويني والخضراوي وحمزة بن عبدة، ممكن جماهير الملعب التونسي كانت طالب الرئيس بكون يقوم بانتدابات على حسب الملعبية اللي مشات، ما لقيناهوش كلمة الحق في الماتش هذا. صحيح الاسماء كان افضل من الملعب التونسي، ميركازاري ممكن بذكاء كبير الحقيقه قعد صبر،
جاءوا الاوكازيونات للاسما ممكن تقلق الحارس سامي هلال اللي قدم مباراه كبيره في المباراه هذه تقلق سامي هلال بصراحه برافو ليه ما تبقى لي كونه بلوغه الكره مير كنزاري عرف يسرق الماتش نتاعو قدام نبيل معلول مارك لي الاسما صحيح كما قال لك مجد مازالوا ما بداوش الشامبيونات مازالوا ما عطى نقص معناتها الكومبيتيسيون تاع الملاعبيه اللي خلت معناتها تاثير كبير لاخر الماتش ممكن فيزيك نتاعو نتاعو ما تبقى برافو كلمة الحق المير كنزاري بلوك الكرة هو اللي جاب تروح سرق الماتش عرف وقتاش يدخل قديدة خاطر ملاعب هذا يلعب في البوكس قوي في الدويال يضرب هاك شفته كان يماركي كان جاته فرصة كان ينزم يسجل بها هدف عمل بينيتراسيون اللي خلى معناتها عمل مجهود كبير ممكن برافو لومارو اللي عرف يكسر ريني عطاه الباس اللي في الوسط الحقيقة ماتش ماهوش للاطمئنان للجماهير ملعب تونسي فرحة وتاقف غادي راهو ديبلاسمون جزائر باش يكون صعيب